نقاش الكثير من السسبنس. نروح نستقبل ملكة جمال الجزائر في بلاتو الناس دي زاد. تفضل معنا نهاد. ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، انت ملكة جمال الجزائر لسنة 2018. مرحبا بك نهاد بلاتو. الله يسلمك، شكرا على الدعوة وشكرا على مشاركة في تنظيم مسابقة ملكة جمال الجزائر. شكرا لجزائر نيوز. الله يخليك، كانت ربما نقول انه رائعة كنت، لانه احنا كنا في الحفل حاضرين، سواء حضورك اللي طغى على المنصة كان شيء جميل في قبلنا. ربما ما كانش قبل ما نروح نهضروا على هذا اللقب، انت كان عندك حضور مقبل في عدة محافل اخرى قبل ما تكون هناك المسابقة. حكينا كيفاش كانت مشاركتك في المسابقة، ما انك كان عندك تجارب اخرى فينا من هذا النوع. نهاد، صحيح، رغم اني شاركت في عدة مسابقات دولية وعالمية وحصلت على عدة القاب، لكن تبقى هذه المسابقة الوحيدة والرسمية بالنسبة لي والجزائر، والطريقة الوحيدة اللي نقدر بها نشارك في مسابقة ملكة جمال العالم. صح، أن فقط نعم. الملكة أو الوصيفة الأولى اللي تقدر تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم. احنا نتمنوا لك التوفيق وفرحانين بك، ولكن لأول مرة الجزائريين يتفقوا على أنه ملكة جمال عندها كل معايير باش تكون المتوجة. نهاد، اليوم بعد التتويج الأكيد كما حكينا قبل قليل مع فيصل حيكون مشروع إنساني وبرنامج سنوي، شنو هو برنامجك لسنة 2018؟ أكيد، أنا من قبل كنت عضو في جمعية خيرية، جمعية شباب الباهية، راح نكمل معهم المشوار، لكن راح نختار مبادرة اللي راح نقدمها في ملكة جمال العالم، وراح نحاول مع الوصيفات والملكات نخيروا مبادرة ومشروع نقوموا به في هذه السنة. إن شاء الله، لأنه في كل مرة في سنة نلاحظوا أنه مسابقة ملكة جمال الجزائر يكون هناك عليها ضجة كبيرة، خصوصاً أنها شفنا غابت، كانت في بعد وفاة الوالد غابت لمدة 10 سنوات، بعدين ربي رحمه رجعت في 2013 من خلال تتويج ريم عماري اللي نحيوها، وهي كانت كذلك من أحسن من ممثلات ملكة جمال الجزائر 2013. بعد ذلك توقفت في 2014 وعادت في 2018. نعود نحبسوا في نقطة 2014 اللي من خلالها ما شفناش وجوه سياسية ولا حضور يعني نخبة في 2018. ولماذا يعني هذا السبب، وعلاش فيصل ما شفناش وجوه معروفة يعني خصوصا سياسية في تنظيم مسابقة ملكة جمال الجزائر هذه المرة في 2018؟ والله غنجاوبك السؤال هذا. احنا الدعوة لملكة جمال الجزائر الدعوة مفتوحة، يعني ندعو لما نعمل حفلة ملكة جمال الجزائر لي زانفيتاسيون تاعنا نبعثوهم لكاع لي ديستيناسيون اوفيسيال ولا نو اوفيسيال ولا تاع الدومين تاع التياتر تاع السينما، لي زانفيتي مرحبا بهم، لي يقدروا يجوا مرحبا بهم، لي ما يقدروش يجوا نعذرهم. دونك ما عندناش شغل هذا يجي ولا هذا ما يجيش ولا هذا ما حبش يجي ولا هذا حب يجي. حنا نبعثوا لي زانفيتاسيون لي كونفيرميونا نديروهم في لاغيست ليست، مرحبا بهم يجوا يحضروا الحفلة. إن شاء الله نشوفهم اليوم ولات المسابقة، وإن شاء الله ما تحبسش العام الجاي. إن شاء الله ماشكيش ما تزيد ما تزيدي في ماشكيش الأكيد نديروها مليح إن شاء الله ما تحبس، وإن شاء الله نشوفوا هذه الشخصيات الاجتماعية والسياسية في الحفل. نعود نولي النهاد، بالك في كل مرة ومع كل تتويج ملكة جديدة يكونوا بعض الانتقادات، أنت كيفاش راح تتعاملي مع الانتقادات؟ كاين بزاف ناس راح يقول لك نهاد ماشي شابة، نهاد ما راحش تمثل جمال المرأة الجزائرية، كيفاش راح تتعاملي أنت مع هذا النوع من الانتقادات؟ أكيد راح نتقبل رأي أي شخص ونحترمه، حتى لو قالوا ما ماشي شابة ولا الميريت با، لأن جمال ليس فقط جمال المظهر، يمكن ما يعرفونيش يحكموا عليا، لكن نقول لهم راح نجهز نفسي لملكة جمال العالم ونستناو النتيجة إن شاء الله. مش حاجة اللي ميزت نهال على باقي المشاركات وإن أنك خطفتي اللقب، لأنه المنافسة كانت كبيرة، لما شفنا أنه في كثير فتيات أنهم كانوا أجمل منك في المسابقة، لكن أنت شيء تميزتي به والشيء اللي خطفتي به اللقب. حاجة اللي ميزاتك أنت في الحفل يعني على الباقي؟ كاين بنات بزاف شابات عليا والله يبارك، كل واحدة فيهم عندها ميزة وكل واحدة عندها الشغف نتاعها، لكن يمكن كنت أكثر واحدة عندها خبرة في هذا المجال،
المشية ماشي غير حتى الأعمال اللي قمت بها قبل المشاركة في ملكة جمال الجزائر ومبادرات اللي قمت بها مع جمعيتي. كنت الوحيدة اللي عندها دخلة في جمعية خيرية وكنت الوحيدة اللي كنت طبيعي على طبيعتي دائما في التربص. صح هذا عندها ثقافة وعندها ثقة في نفسها وهذا شيء مهم جدا. فيصل نهاد قالت أنه راهي توجد روحها لمسابقة ملكة جمال للعالم، بدأت الإجراءات ولا ما زال؟ ألوغ الإجراءات ديجا لبدنا لادات وقتاش ولا بدنا لوندروا سيكو باش توجد روح ملكة جمال الجزائر. بدينا من دوك سيفيك بدينا من دوك، مي لا بريباراسيون تاع لو كونكور ميس موند سي فريمون مونستر، سي اون بريباراسيون دو 3 موا جوسكا 4 موا. لازمنا الماء يكون عندها ان دون لو عندها ديجا، لازم حنا اون فالو بيرفيكسيوني، لازم تزيد تحفظ مليح ليستوار تاع بلادها، لازم تدي معاها شحال من حاجه بارابور او توريزم الجزائري فوق كل وفاتح تكون سفيره الجزائر في ملكة جمال العالم. اسم لازم تكون تهضر على جميع الميادين. صح ميس موند يا بلوس دو 126 بي دونك ديجا بور كان بويس ديجا سيمبوزي مع هادو يفو تعرف بيان ميتريس بارفيتمون ليستوار تاع بلادها لو توريزم تاع بلادها وشحال من ميادين اخرى. ربما نعاود نرجع لك نهال، سؤالي اللي ربما اللي يسأله كل الجزائريين، نهال كما سبق وذكرت انه انت خطفتي اللقب من عده مشاركات، لكن نهال كان عندها ثقه كبيره وهذا وشفناه على المنصه نعاود نرجع له، كان عندك ثقه ظاهره هي من عن طريق الخبره، لكن نهال من غير انها حلمها ملكه جمال الجزائر ولا بغيره عندها مستوى ثقافي، عندها كذلك طموح اخر غير الملكه، وشنو هما طموحاتك المستقبليه من غير ملكه جمال الجزائر وانك واش حتعاملي معها؟ قلتها ديجا البارح، نتمنى نكون سفيره المراه العربيه، راح اني ندرس حقوق وندرس في نفس الوقت تقني سامي في التجاره العالميه، وراح ندير مجهوداتي باش نكون يوما ما سفيره المراه العربيه ان شاء الله. ان شاء الله خصوصا طموح كبير هذا. صح حلم كبير بصح اليوم رانا نشوفوا ملكات الجمال يتوجهوا لعوالم واحد اخرين، رانا نشوفوهم في تقديم البرامج، نشوفوهم في التمثيل. نهاد انت وشنو هو بالك المجال الابداعي اللي راكي تحلمي انك تدخلي؟ نفضل التمثيل نخليه للممثلين واللي راهم يدرسوا تمثيل، خلوا شويه احترافيه في هذا المجال. اخترت عروض الازياء وعالم الموضه نكمل في مشواري. صح هذا الشيء الشيء اللي عجبني ربما في نهاد، عفوا انا في يعني انا قلت نهال عندي مشكل في البرنامج هو يعني في الاسماء، لكن نعاود نعتذر منك نهاد. الشيء الجميل شخصيتك المرحه ربما وكذلك انك نحس انه تحطي جو رائع في وين ما تكوني، لكن نشوف كيفاش علاقتك مع زميلاتك الاخريات، كيفاش تقبلوا يعني كيفاش كنتوا في الاسبوع في التربص، كيفاش كان لما اعلن على اسم الفائزه؟ هل كنت تتوقعي ولا كان عندك شك انك انت حتكوني ما بين المرشحات على الاقل يعني الخمس الاوائل المرشحات للفوز بهذا اللقب؟ يمكن كان عندي شك، كنت متخوفه، لكن لما شفت مستوى البنات على المنصه تفاجات صراحه. كانت اول مره تكون على المنصه اكثر من 10 بنات، يمكن خطرتهم الاولى يكونوا على المنصه، تفاجات من مستواهم، ما توقعت اني نكون الفائزه صراحه. لما شفت الوصيفه الاولى والوصيفه الثانيه قلت خلاص راح تتوج فتاه اخرى، لكن الحمد لله. الحمد لله. انا سقسيت نهاد قبل قليل قلت لها على الانتقادات اللي توجهوا لملكات الجمال، انا حبيت نسقسيك على الانتقادات اللي توجهوا المنظمي هذا النوع من المسابقات، كاين ناس يسلطوا الضوء على بعض الاخطاء التقنيه، انت شنو هو بالك ردك على كل المنتقدين لتنظيم هذه السهره؟ راه قبل ما نرد على جوستومون دي كريتيك اللي داروها من الاورغانيزاسيون حدث انا بوا تري امبورطون جو تو ريميرسي دو سا لي كريتيك لو ميسرو في لي ريزو سوسيو على لي ميس qui monte, peu importe la mise qu'on a fait le concours. Nes, ils sont très méchants. Nes, des fois, ils sont très agressifs. Et les jeunes femmes Hadouma, ils ont eu le courage d'aller monter sur scène, ils ont eu le courage de se montrer devant une caméra, devant un public, et dire que Ranahna, on est une jeune fille, je suis une jeune fille, et j'ai un bien, mes capacités et mes atouts. Malheureusement, on les attaque gratuitement, mais vraiment gratuitement. Nous avons dit, Nes, je suis un Hadouma, Bnet, بنات بلادكم ماش بنات جاي من جهه اخرى ولا هادو بلاتهم دايرين دي زيفور. هاد البنات كيما هذيك تقدر عليها، هذه عندها اختها، عندها يماها، عندها باباها، عندها ولاد حومتها، عندها فاميتها،
كيحشموا شويه ساسيغمون يحشموا شويه كريتيك فهادي كريتيك كونستركتيف اللهم بارك مرحبا بهم فهادي كريتيك ديغرادونت يدير نيمبورت كوا الله يبارك الشعب الجزائري راه كبير على هذا التمسخر هذا ماشي واحد يتخبى مور ليكرون تاعو باسكو الناس ماهمش يشوفوه ما عندوش حياه شخصيه تاعو حياته كومبلي يشوف لي زيكرون باش يدير نقد ماشي مليح عيب انا توت سيغيتي عيب دوكا باش نهضروا على لي كريتيك لي صرا بارابور لورغانيزاسيون جو سوي لو بروميير ا لو دير جو سوي لو بروميير لو ريكونت effectivement il y avait quelques manquements pas quelques je dirais plusieurs manquements mais comme je l'ai dit hier à la conférence de presse il y avait on n'avait pas beaucoup de moyens on n'avait pas beaucoup de temps mais notre objectif l'équipe TA et les maillots de l'organisation d'ailleurs même les blesses les cadres معنا المترشح حتى نشكرهم بزاف parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts شافونا بلي même حنا نتابعوا دونك وقفوا معنا الاكيب تاعي جهدت ماشي عملت جهدت ديكيب تاع راتيري لوسكا لي فوني تاع زي تي في راه ترافاي افيك شفتنا بلي حنا نتعبوا شفت بلي ما عندناش لي موان ميم هي مسكينه تعاونونا وقفوا معنا ولينا اون فامي اون فامي سودي وكنا نخدموا اوبجيكتيف واحد سي هاد ليفالمون ينجح وهذا سي تري امبورطون بو موا باسكو هنا وين نعرفوا الجزائريين الجزائريين فوق الشده كيحطوا اليد في صح فيصل حنا نقول حتى المشاركات ربما ماهوش شيء سهل عليهم لانه حيكون عندهم كيفاش حتعاملي مع الشهره الجديده نهاد لانه الشهره حيكون دائما نقولوا شهره فيها شيء ايجابي وفيها شيء سلبي والشهره عالم شهره ماهوش حاجه سهله كيفاش انت حتعاملي مع الناس اللي تعرفوا على نهاد ولا الناس اللي محبين يتعرفوا على نهاد انا صراحه ما نحبش الشهره ونكون في الريزو سوسيو لكن راح نستغلها وراح نستثمر هذه الشهره في مبادره خيريه او فعل شيء ينفع المجتمع وينفع المراه الجزائريه خاصه ان شاء الله ان شاء الله فيصل بلاك انت تحدثت على نقطه مهمه دوكا قلت ما كاش امكانيات احنا اليوم في مسابقات الجمال عند الجيران في تونس والمغرب ولا في الوطن العربي نشوفوا دي سبونسور نشوفوا رعاه يتهاطلوا على المنظمين احنا في الجزائر ما نشوفوش بزاف منافسه من طرف المعلنين على دعم هذه المسابقات علاش في رايك سي بور سا كو هيير جي رومارسي ديجا لا شان كي نوزا اكومباني سي لا شان دي تي في Parce que d'être fait la confiance, on a donné la confiance, c'est à mener à Kif Kif. C'est vrai que lorsqu'on voit les pays étrangers, c'est vrai qu'on voit beaucoup de sponsors, beaucoup de moyens qui sont donnés. Une organisation d'un tel événement, son budget, des fois, il dépasse 70 millions, 80 millions de dinars. C'est vrai. Mais alhamdoulilah, les partenaires qui ont fait l'édition, notamment, je ne sais pas si je peux citer les noms, mais quand même, Moukfou. Moukfou Ma'ana, Moukfou Ma'ana personnellement. الممولين انهم مولوا لانه ملكه جمال الجزائر هذه المسابقه هي مسابقه وطنيه اللي من خلالها حنمثلوا الجزائر يعني ومن خلال اختيارنا ونتيجه اختيارنا هو اللي حيكون من خلالهم حنمثلوا الجزائر في العالم بارك الله فيك مع نعطيك نقاطعك اخت امينه نعطيك باغ اكزومبل وين احنا درنا الستاج في عنابه الستاج في عنابه الفندق اللي كنا عنده اللي هو ميموزا بالاس حللنا البيبان حنا البيبان عطانا كلش عندنا ادو بنات الجزائر بناتنا راك وعدنا في عنابه سي كوم سي راك وعدنا في الجزائر تفضلوا بحق الحمد لله يا ربي الاستاج مليح ولينا الجزائر وحنا شنو حنا الاشراء علاش الشوا تاعنا راح الاشراء ليكول دوتيلغي باسكو تما كي ندخلوا سي اكاديميك سي كوم سي راك في مدرسه ميم الاطارات اللي كانوا تما وقفوا معنا وعطاونا كاع لي موايا بلوس كو سا زادوا عاونونا بكثر يعني شغل الحق ويقال واش قلت لك بلي شوي تري فيير شوي تري زيمو لقينا ناس اللي كما نقولوا حنا بلا الدرجه تاعنا وقفوا معنا رجال وقفوا معنا فحوله تاتك جو بون بيرميتك تو دير سا امين راهي حضره معنا لهنايا شكرا يعني جلا ميرسي بوكو شافتنا هكا عاونتنا وقفت معنا تليفون تعيط واش خصكم انا هنايا نعاون لكم سا سا ما في فريمون بليزير هذا دائما يعود يرجع لانه حنا دايمين تكون كانت النتيجه رائعه لانه الله يسرك نهاد راهي حاضره معنا نهاد حنا في البرنامج دائما نديروا تجربه ولا تيست نشوفوا اذا انت اذا ملكه الجمال الجزائر تعرف دير كلش ولا لا لا حنجربوها مع ملك سليماني حنروحوا عند الشيف امين ونبعثوا لك ملكه جمال الجزائر 2018 في مطبخ نستيزاد كما قالت امينه وعاد وكما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام رانا في مطبخ ناس دي زاد مع شيف امين ومعنا نهاد بالك الحاجه اللي ما حكيناهاش انه نهاد من الغرب الجزائري انت يا نهاد من وهران شنو هما الاطباق تاع الغرب الجزائري اللي تعرفي ديريهم
الحريرة، الطعام، بصح ما نعرفش بزاف نطيب، هنكون صريحة مع لاكويزين شوية. هي أنا حنبيع، قالت لي في لي كوليس أنا خليو لي الميناج. أوي أنا الميناج وي نبغيه، بصح الثياب. شوفي هي أمينة قالت لي ما حنديرو لك تيست، أنا ما عادش نديرو لك، أنا راح نعافيك بصح نخلي أمين هو اللي يدير لك هذا الاختبار في الطبخ. على سلامتك نهاد، نبارك لك بالتويج تاعك ملك الجمال الجزائر. نرحب ايضا بالاستاذ منظم فيصل محبوبي، مرحبا بك. اكيد كيما راكم تشوفوا هذو الناس ديزاين راكي زين بيان سور، ما نديركش تيست، راك تشاكي راك هداوي، راكي خليك الفرحه تاعك تكملي بالفرحه تاعك. نقول على لي بلاي اللي تحبيهم ولا لي بلاي تحبي تطيبيهم زعما. نحب لي بلا في رمضان بزاف، البريك، البوراك، الحريره. زعما تحبي تبريباري حاجه هكا، حاجه راحت للحاجات الساهله. وي لي غراتان، لي غراتان سورتو، ولي فخيت. والطبق الطبق المفضل ديالك؟ بواسون. تحبي الحوت؟ الغرب وهران معروفة أيضا بال. إحنا اليوم درنا لكش الحوت، بس درنا لك هذا سكالوب دو داند، راح يكون مع الباذنجان. تحبي الباذنجان ولا شوية؟ شوية فوالا. وعندنا عندي سلام بيسكوي راه أبو قريب يطيب فوالا. هذا هما لي بلاش على تاعنا اليوم. شحال قعد لهم واش درت لهم؟ قبيلة ما عطيتلناش بزاف تفاصيل، كنا مزروبين باش نكتشفوا ملكة جمال الجزائر في بلاطو ناس دي زاد. واش درت له الاسكالوب تاعي؟ كما العاده درت لهم كريم فريش، درت له لي زيبيس اللي درناهم في الباذنجان درناهم مع الاسكالوب. نعاود نذكر درت الكركم، درت الفلفل الكحل وراس الحانوت مع لا كريم فريش، خليتهم يطيبوا بعقلهم. لاصوص تاعي ثاني طابت مع الباذنجان كما عودناكم، البصل، الثوم، درت له شويه ثوم ثاني، هذه ما قلتهاش من قبل، درت له شويه تاع الثوم. بعد ما طاب راح نديروا ان ميلونج اونتر لاصوص اي الاسكالوب دو دان تاعي. اما التحليه تاعي كما قلت لكم لو بيسكوي مع لاكريم تاعي راني وجدتها، خليتها تبرد، درت معها شوكولا بلونش. هذا ما كان حاليا نشوف انا شوكولا مازال ما ذوبتهاش. هذه بولا ديكوراسيون، فوالا بولا ديكوراسيون، راك تعرف وليت عبقري مش كيما امينه. امينه مهما تجي لهنا. امينه اليوم راهي مريضه، راهي بالسعله من الصباح وهي تسعد. دوك نجيب لك جو سيترون في الفاصل الاشاري قبل ما نكملوا مع واش عندنا امينه.